مساء الخير مشاهدي الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من حصة استوديو فوت. كما في كل عدد راح نتناولوا الأحداث الكروية اللي تخص كرة القدم الجزائرية، كل هذا مع محللينا ومع ضيفنا اليوم. مساء الخير محمد. السلام عليكم. كم سلام. مساء الخير ناصر. السلام عليكم. مساء الخير سمير. مبروك عليكم تأهل الدور المقبل في كأس إفريقيا. شكرا. ضيفنا اليوم هو لاعب حارس مرمى شباب بالوزداد، وايضا حارس مرمى في الفريق الوطني، كان حاضر في الدوحه في تربص الدوحه في الايام القليله القادمه. مالك عسلام، مساء الخير ومرحبا بك معنا. مساء الخير. السلام عليكم، ونهني فريق اولمبي شلف على التاهل هذا. الله يسلمك. الحدث اليوم راح نبداوه بكان 2017. كان لماذا كأس إفريقيا 2017؟ لأن يوم الأربعاء، هذا الأربعاء إن شاء الله، اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم راح تصدر قرارها بالنسبة للبلد اللي راح يكون له شرف تنظيم كأس إفريقيا 2017. الجزائر هي مترشحة، هي كغانا أيضا والغابون، الحدود راهي متساوية بين البلدان الثلاثة. نشوفوا هذا التقرير والتصريحات هذه اللي وجدناها لكم بالنسبة لكأس إفريقيا 2017، ونعود نولوا النقاش. اسم الجزائر برك يعطيوه لنا، غير الاسم تاع الخطره هذه لازم يعطيوه لنا، ونقدروا ننظموها، ونظمنا كاس افريقيا، وكي نظمنا لي جو ميديترانيان، ونظمنا حوايج كثير، ولكن لازم نكونوا في المستوى. نتابع الملف بكل موضوعيه، اذا كان من باب احقاق الحق فالجزائر ستفوز بشرف استضافة هذه البطولة. وفي الحقيقة يعني تنظيم منافسة يعني من حجم كأس إفريقيا هي في حد ذاتها يعني انتصار كبير لأي بلد ينظم هذه المظاهرة أو التظاهرة. نعرف بأن الملف تاع الفريق الوطني أو ملف الجزائر يعني كبير، وحجم نتاعو كبير يعني ما قدموا يعني المسؤولين على رأس الفيدرالية باش تكون يعني التنظيم نتاعها 2017 إن شاء الله يكون في الجزائر. الحظوظ قائمة يعني، ولو أن فيه تنافس، ولكن الإيجابيات هي الحركية اللي صارت في البلاد هذا الأعوام الأخيرة في تشييد ملاعب. كأس إفريقيا يعني تحتضن الجزائر، هذه يعني شيء يعني إيجابي كثير للجزائر والرياضة الجزائرية. تظاهر هذه الإفريقية اللي عندها قيمة يعني في العالم، كل المتتبعين الإعلاميين يعني يتبعوا هذه البطولة. فيها يعني انعكاسات إيجابية على البلد، لا من الناحية الرياضية وكذلك من الناحية الاقتصادية. نتمنى أن الجزائر لها الحظ باش تستقبل هذا النهائي هذا، واحتراما وتقدير لهذا البلد الكبير اللي له اسمه في إفريقيا. نتمنى إن شاء الله أن تكون في بلادنا، لأن احنا محتاجين لهذا التنظيم هذا. Ce serait une juste récompense pour l'Algérie, parce que je pense quand même qu'elle a fait ses deux dernières Coupes du Monde consécutives, et elle a surtout honoré lors de la dernière Coupe du Monde le continent africain. Donc je pense que ça serait un mérite que l'Algérie puisse recevoir cette Coupe d'Afrique des Nations. لابد ندافع هذا على هذا الملف، ولكن بكل حظوظنا. في بعض الأحيان يمكن كاين تصريحات ما تخدمش مصالح الجزائر، تصريحات في بعض الأحيان يمكن نتسرع فيها، فلهذا نخلي الكلمة للاتحاد. attendre jusqu'à 2025 qu'elle puisse organiser une coupe d'Afrique des Nations, alors que vous avez bien vu que la dernière coupe d'Afrique des Nations il a fallu annuler au dernier moment. Je pense que l'Algérie aujourd'hui représente et propose toutes les garanties nécessaires afin que les instances de la CAF soient tranquilles au moins sur ce domaine-là. Et elle sera capable de présenter des stades de qualité, elle sera capable de présenter de la sécurité. Et puis vous savez que les supporters, le peuple algérien est un peuple fanatique du football, et les stades seront sûrement remplis. Je pense que tout est réuni pour que l'Algérie mérite cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. ما يخفلكمش ان مثل هذه العمليات
كان القوانين وكان تطبيق القوانين وكان ما وراء الكواليس وكان لي في الكواليس شخصيا. في نفس الوقت متفائل وفي نفس الوقت متخوف. متفائل لأن إذا كان الأمور موضوعية حسب الملف وأنا بدراية على الملف ومطلع على حيثيات الملف، المفروض ما كان أي دولة تسبقنا في هذا التنظيم. وإذا كان يعني إذا كان العكس وما احتضناش يعني كأس أفريقيا تكون ضربة القاضية، تكون مهزلة. مهزلة لماذا؟ لأن الجزائر بالبنية التحتية بالمنشآت نتاعها بكل ما هو كبير وصغير أعطت الكثير، ونقولها عرفان وتقدير يعني المجهودات الجبارة نتاع السفارة نتاع كرة القدم وزير الشباب والرياضة كل الولات، يعني كل الجزائر جندت باش تكون كأس أفريقيا 2017 في الجزائر. أنا ما نظنش باللي نربط المصير الرياضي تاع الجزائر ولا تاع الكره كره القدم الجزائر بقرار مكتب تنفيذي. الشيء المصيري هو بين يدينا كيف نعمل اننا نطور كره القدم ونطور الرياضه الجزائريه. 1990 ويكون 2025 هذا شيء نتاسف له يعني، والله العظيم اسف لكل الشعب الجزائري، تكون الكارثه لو ما نحتضنش يعني كاس افريقيا 2017. في حاله ما اذا يعني ما حصلناش على تنظيم الكاس، يعني هو في الحقيقه يكون يعني شيء مخيب جدا للامال. اما اذا كان فيه اشياء اخرى او بلد اخر ينظم الكاس، انا نشوف بان ما فيش يعني احترام لكل الشروط واحترام لكل، لان الجزائر من بين الدول اللي نشوف فيها عندها اكثر امكانيات واكثر حضور. بلدنا من سنه 1990 ما احتضنش الكاس، اذا كان سنين او انتظرنا الى غايه 2025 فهي في الحقيقه يعني ضربه موجعه لكره القدم الجزائريه. انت regarde bien toutes les compétitions 8 pays sur 10 qui organise une compétition de ce niveau-là, la gagne, a des chances de la gagner. Donc c'est aussi important par rapport au phénomène que certains pays qui n'ont pas gagné un titre depuis longtemps peuvent se retrouver avec cet avantage-là. حنا نتمناو بلادنا تكون تفوز بهاد المرحله تاع التنظيم تاع 2017. راح الشيء اللي راح يزيد يجيب الاضافه ويدير ان بون رولونس يعني اكثر للكره الجزائريه. نستغلوا هذا المشروع هذا تاع كاس افريقيا، وين انا نشوفوا عده ملاعب راهي تبنى الكره الجزائريه. نصحوا امورنا بهذا المشروع هذا، وكذلك راح تستفيد منه الكره الجزائريه والفريق الوطني ومستقبل الكره الجزائريه. من الناحيه الرياضيه يعني حاجه يعني مؤكده الفريق تاعنا ان شاء الله باش نروحوا باش يعني باش نتحصلوا على البطوله الثانيه من التسعينات. نتمنى ان شاء الله ان الجزائر تحتضن هذه الظاهره او المظاهره، يعني المظاهره الدوليه هذه اللي تخلينا التظاهره الدوليه اللي تخلينا اكثر قوه اكثر تقدم ان شاء الله. لا حاجه مليحه ان شاء الله مع الجيل اللي راه كاين في نظريتي هذه 2017 ان شاء الله نحضروا لها باش الدوره هذه تاع كاس افريقيا ان شاء الله تكون من نصيبنا، وخاصه اللاعبين اللي راه موجودين حاليا عندنا لاعبين ممتازين يلعبوا في لو او نيفو. حاجه مليحه للجزائر ان شاء الله. الجيري tout proche de gagner ce titre-là. Mais c'est sûr, il est évident qu'en la jouant en Algérie, elle sera moins dépaysée, elle aura beaucoup plus de soutien. Et là, je pense qu'elle sera sûrement impossible à bousculer, impossible à battre. الأنظار ستكون متوجهة يوم الأربعاء إن شاء الله على الساعة 11:30 في فندق الماريوت بالزمالك حتى نتعرف على البلد المنظم لكأس إفريقيا اللي حينظم كأس إفريقيا 2017. إن شاء الله تكون من نصيب الجزائر 25 سنة بعد 1990. محمد شفتنا هضرنا في التقرير ضمن على جميع الجوانب، وش رأيك هل الجزائر عندها حظوظ باش تنظم هذه الدورة ولا شوفي اسما، سافا ديبوند دي جون كي فون ديفوند لو دوسي الجيريان اي اوسي اتر بون دون لي كوليس. اوروزمون كو اليوم واحد مسؤول في التقرير تاعك كان مسؤول كان في شبيبه يفصح. نعم يفصح اللي هضر على لي كوليس،
باسكو حنا اليوم مام اليوم الناس تكذب علينا والناس ما تهمش بلي كاين في الرياضه كاين لي كوليس كاين في افريقيا خاصه في افريقيا انا عارف دونك الكولسه كاينه بزاف دونك سافا ديبوند دي جون اللي راح هادي ديفوندي ولا هذا الملف تاعنا سافا ديبوند اوسي لي كوليس سي اوني بون في لي كوليس اي اون بليس حنا عندنا ان دوسي سوليد عندنا الامكانيات المناخ او بون Il nous manque les infrastructures actuellement. D'ici 2017, nous infrastructures que nous Pourquoi pas Alors, je vois les moyens, on a le savoir-faire aussi. Donc, c'est un dossier pour moi, un dossier facile à défendre auprès de la CAF. Inch'Allah. Samir Al-Ghana, qui est avec Jazair, qui est avec Jazair, et Al-Ghaboul, qui est avec كان احتضنت كاس افريقيا مع غينيا الاسوائية في 2012 غانا ايضا اللي كان مستقبل 2000 الغابون لا الغانا 2008 نعم الغانا 2008 والغابون مع غينيا الاسوائية في 2012 كي نشوفوا هكذا بلي الجزائر 25 سنه ما احتضنتش وهذه البلدان احتضنت غير كيما نقدروا نقولوا بلي ليكيليبر يكون دوله مغربيه خاصه وان 2019 2021 و2023 راح تكون في افريقيا السوداء انا نحي لك كاع هاد الصوالح اللي هضرت عليهم نخرج لك باب واحد اخر اكتيالمون بلا ما نزوخ بلادنا الجزائر في تطور كبير من كل المجالات السكن في كل القطاعات الاقتصاديه كذا هي اون بروغيسيون هذه اللجنه اللي تعين لي دوسي ولا تمد الاعتماد للكاس الافريقي انا من الجانب تاعها الاول اللي تحوس هو تجاريا نعم ما يلقوش بلد اللي يقدروا يربحوا فيه اكثر من الجزائر لانه بلد مولع بالكره القدم الملاعب مكتظة عن اخرها شفتي حتى كمالي قال قال بلي الملاعب راح تكون مكتظة نو انا شفنا البطولات اللي فاتوا ابار البلد المنظم خاصة للم... في غينيا الاستوائية العام هذا ملي فاتوا حتى ولي فاتوا تشوفي الا بالك البلد المنظم وين كاين الاخرين ما يتعداش 20% انا نقول بلي تجاريا ما يلقاوش اكبر فرصة للاستثمار في الجزائر وكي هضرتي قلتي بلي بلدان المغرب العربي من زادوا ايكارتاو المغرب وليبيا ما ديرهاش تدير مازال من 2004 مازال ما دارتش فريق بلد مغاربي دار كاس افريقيا انا نقول باللي كاين امكانيات مي كي هضرتوا كلمه الكواليس انا الكواليس مازال ما فهمتهاش هذه ناصر جو قالوا بلاس كلش لكن اون فا كوازي لي دوا ونستناو يوم الاربعاء كاين بزاف ناس ناصر اللي بعد ضياع 2019 يقولوا باللي مام 2017 ما حاش ندوها لان لا. كان باين اللعب في هذيك لان مام 2023 ما كانش نورمالمون ما تتمدش وتمدت في هذيك الاجتماع هذاك دونك كاين ناس راهي متشائمه بارابور 2019 كي ما داتهاش الجزائر وكاين ناس اللي تقول لك نو ممكن جوستومون كان هناك حياه وحضر للجزائر كان عنده ضمانات من طرف السلطات في الجزائر بتكون هناك دوره رائعه ممكن هذا الحدود الجزائريه راهي قايمه الا انت ديري كومباريزون بين لو غابون لو غانا والجزائر نعم حنا اون اون لونغور دافونس على هذا خاصه اون 2017 وين لي انفراستركتور ان شاء الله تكون واجده ايتو Je pense que l'Algérie est bien placée, لكن ما نش حابين صادير الدرز اللي جانا هضروا خلينا نستناو شويه وقت نستناو لا ديسيزيون فينال تاع المكتب التنفيذي لكن نظن انه سورتو سور لو بلان تكنيك بور سيت جينيراسيون تاع اللاعبين تاعنا لانه اللي طاح 2025 ما درنا والو لا سي بلوس يفو ديفوندر هذا الملف تاعنا وان شاء الله يكون بوزيتيف على ريفي لانه فيه جينيراسيون اللي راح تسمح لنا ربما باش نفوزوا بكاس افريقيا ثانيه ونظن انه الجزائر صادير صرا برات تكون واجده باش نضب مظاهره مثل هذه. مالك عسله اللي هو في هذا المنتخب الوطني كونسيرني ديريكتومون مباشره. يقدر يكون اكتور. اكزاكتومون لان راح يكون في عمره 28 سنه 30 سنه بالنسبه لحارس مرمى هو احسن نقدر نقولوا لو ميور اج بالنسبه لحارس مرمى. مالك عسله هل انتم في ممكن بيناتكم لاعبين تكلمتوا على 2017 على كاس افريقيا هذه على القرار هذايا وهل بالنسبه لك انت كلاعب فريق وطني حافز كبير باش تلعب في الجزائر كاس افريقيا وتكون حظوظ كبيره وكبيره جدا اولا كمناصر ماذا بيا نكون تكون كاس افريقيا تكون في الجزائر وكلاعبين سي ان افونتاج للاعبين باش تحتضن هذه الدوره في الجزائر ماشي لا بريسيون نو ما تكونش لا بريسيون لا بريسيون دونك اي فو ميتر لا بريسيون بوزيتيف ودير ان افونتاج باش ما تكونش بريسيون نيجاتيف نظن باللي نتمنى ان شاء الله برك تكون في الجزائر وما تكونش هل تكلمتوا بيناتكم اللاعبين على التربص اللي كانت الاخير تكلمنا الكل راهم حابين تكون في الجزائر باسكو الحضور الجماهيري يكون قوي وان شاء الله تكون في الجزائر
هذا محمد، هل تكون كارثه لو الجزائر ما تحتضنش هاد كاس افريقيا علما بان نستناو حتى 2025 10 سنوات؟ لا جو بونس با، علاش كتكون كارثه؟ لا جو بونس با، انا نقول به او كونترير، حتى لو ما يكونش عندنا الحظ معنا باش ندو كاس افريقيا 2017، نظن باللي عندنا مشاريع واحد اخرين par exemple développement du football national صح. et c'est plus intéressant هذا plus intéressant donc انا نقول كما قال الوزير سي الوزير ما نضلش انا بون كما قال محمد كما قال محمد كمل عنده الحق اذا كان راح يبنوا هذو الملعب على جال كاس افريقيا انا نقول بلي مغالطين يبنوا الملاعب للناس وتطوير الكره الجزائريه خاصة حنا ناقصين ملاعب بيان سور ماشي ناقصين منعدمين ما كانش ما كان هضرتوها بالك في دي بلاطو سباق قلتوا كان نجيبوا صح التقويمات تاع الفيفا الملاعب صح تيرا ما يقبل ما نقبل خلاص تيرا ما يقبل صح المرحلة الثانية هي العدم سي اون با لورغانيزاسيون سيد الوزير وتكلم مليح وقالوا ان لازم ما نربطش مع سير ناب نطوروا الرياضة هذه لان فولدير رانا بعاد انا بعد انا النيفو اللي لازم تكون فيه الجزائر اليوم في كره القدم ولا في اي كل الرياضات ماشي غير كره القدم بصح حنا اليوم نتكلموا على كره القدم لازم نطوروا هذه الرياضه ونخدموا بوركوا با اي دون لو فوتير وانا نظن انه حلاوتها صادير كوب دافريك دي ناسيون كي تجيب بها اوندور على الجزائر انا مون افيسي نعم ناصر حتى لو نقولوا باللي راح يكون معنا الحظ وحنا اون با صادير اورغانيزي لا كوب 2017 il faut pas oublier tant le développement du football national فهم ميم عندنا نسيونا شويه نخرجوا صح نخرجوا مي صح كاين كما راني نسمع المشاريع عن لي زوبجي الاخرين الاهداف تاعنا هذه تاع بور اوفري لي سونت دو صح مراكز تكوين لي بول دو فهم هادو فو با ننساوهم اون باراليل احنا نقدروا الناس كاين الناس اللي مختصه اللي راح تورغانيزي سات كوب معليش ما نخرجش على الموضوع كاس افريقيا بصح كي قال محمد من 2010 وحنا مسنين لي ليسونس برو بصح حاجه ما شفناها برو في الواقع صح ما شفنا لا هياكل ما شفنا والو كاين الملاعب حتى ما عندهمش ممكن ديدوش باش اللاعبين يدوشوا يا بيغ نعم يا بيغ نذكروا برك مشاهدينا الكرام بان القرعه ايضا تاع كاس افريقيا راح تجرى يوم الاربعاء بعد القرار اللي حيصدروا المكتب التنفيذي كاين ثلاث بلدان ذكروهم غانا الجزائر والغابون بعد انسحاب مصر وتدعيمها للملف الجزائري ذكروا ايضا حاجه اخرى لو الجزائر تحتضن كاس افريقيا 2017 راح تكون في القرعه يكون هناك افواج تاع اربعه فرق لكن راح الجزائر راح تلعب لقاءات وديه يعني ماتش اميكو النقاط تاعهم ما يتحسبوش بالنسبه للفرق اللي تكون معاها يعني يديروا اكزاكتومون لورو 2016 لورو 2016 دونك حاجه مليحه ناصر محمد اسمح لي لان يكون هناك مقابلات وديه كثيره بالنسبه للفريق الجزائري كونترامون للعوام اللي فاتوا ما كانش هذا السيستم البلد منظم يكون عنده دون لو كا حنا نهضروا دون لو كا وين تدي الجزائر لو بي اورغانيزاتور دو 2017 il aura les mêmes c'est à dire le nombre de matchs joués que c'est la première fois les sera هو راح يلعبوا beaucoup plus c'est des matchs amicaux que ça les اول مره محمد اول مره اللي صرات لكنه ils ont appliqué واش داروا l'UEFA pour l'Euro 2016 اليوم فرنسيك بار لا سويت طبقات مالك حاجه مليحه مالك عسله هذه مليحه اللي تكون هناك تنقلات لافريقيا ضد بلدان افريقيه صدي ما تلعبش مع بلدان خارج افريقيا حتى الفريق راح يتاقلم مع كاس افريقيا كل جوا كومبيتيتيف وما يبتعدوش على الاجواء تاع المنتخب الوطني وتحضيرات كاس افريقيا ونظن بالك تكون عندهم الفرصه اللاعبين اللي ما لعبوش باش يدخلوا في لو بان وباش يتاقلموا فاصل مع المنتخب نظن بالليك ان شاء الله تكون هذه الدوره هذه في الجزائر ان شاء الله. سيغ دي زافونتاج فينالمون. الناخب الوطني خاصه الناخب الوطني تاع هو اللي عنده بلوس دو باسكو عنده لو شوا تاعو يقدر يشوف ما يقدرش يغلط كلكو بار ست مقابلات ما تقدريش تغلطي تسمى ديري كاع لي زاتو من جهتك باش تبريباري كونفينابلومون الكاس اذا انت تحتضن الكاس هذا. نعم. انا نقول انا فاني ندخل في هذه بس انا نقول باللي مليحه ومش مليحه. وعلاش؟ مليحه بالك مش مليحه في حاجه
لي زيكيب تلعب لهم ما يعطوكش لامبورطونس 100% باسكو يديروها ماتش اميكال ماهوش رسمي لانه كان هي اون دات فيفا. صح ممكن هي اون دات فيفا تقدر تجيب تقدر تجيب ان ادفيرسير بالك بلي كوستو على هذاك اللي راح تلعب معاه. هي حسب القرعة تقعد في إفريقيا علما بأن الجزائر عندها بزاف ما انتقلت إلى إفريقيا كونت يساجي دو ماتش أميكو محمد صح مازال ما لحقناش تما لا لا ان شاء الله لحقوا لا معليش حنا معليش نتفائلوا خيرا ان شاء الله في هذه المره ان شاء الله ان شاء الله الجزائر تحتضن 2017 حتى ممكن هذه لا جينيراسيون تكون لها حظ واش عاشت لا جينيراسيون تاع التسعينات تعيش الأجواء تاع كأس إفريقيا في الجزائر. راح نكملوا مع فريقنا الوطني لكن نعود ونقيموا نقدروا نقولوا تقييم دورة. نعم تقييم صغير دورة تاع فريقنا الوطني اللي شارك فيها مالك عسلة في الدوحة بعد اللقاء الأول اللي خسرته اللي خسروا فريقنا الوطني ضد فريق القطري هدف مقابل صفر. لعب مقابلة جيدة ضد فريق عمان وفاز بأربعة مقابل واحد. قبل ما نعطي لافارول محمد الأبي خزر فيها خزر حماشي شابة نشوفوا واش يقول كريستيان كيف ونعاودوا نولوا على الفوز هذاك تاع 4-1. Et un match où on peut même regretter notre manque d'efficacité parce qu'on s'est créé énormément d'occasions qu'on n'a pas concrétisé. Donc, mais bon, c'est pas, je dirais que c'était surtout important de se rassurer et de montrer qu'on a un autre visage et un collectif qui était solide. Et puis après, je regrette aussi le but qu'on ait encaissé parce que c'est toujours à peu près les mêmes. Donc c'est des choses qu'il va falloir résoudre aussi. Mais enfin, c'est très positif. Et puis on s'était mis dans une situation difficile après la défaite où on pouvait douter. On est bien reparti avec un groupe qui a été très, très réceptif, très appliqué. محمد الناخب الوطني كان سو بريسيون وحنا عرفنا بلي كان سو بريسيون لما شفنا الفريق اللي قدموه ما كانش هناك تغييرات كبيره. دابور باختصار واش رايك في المقابله الثانيه اللي اداها فريقنا الوطني واش تقدر تعلق لنا على كريستيان غوركوف؟ لا ما نعلقش على المدرب نعلق بوكو بلوس واش قال وي بون هو قال لي كونتون سي نورمال باسكو كيما قلتي اللي تي سو بريسيون ابخي لا ديفات دو بريمي ماتش دار روحو تحت ضغط كبير صح. وهذا اللي ما سمحلوش باش يعطي فرصه للاعبين اللي كانوا معاه الى يوتيليزي بلاس تو الموند ابار دو جوار ولا هو حب يقدم امام فريق عمام فريق غير قولي سي ليكيب تيب ابري ابار الى في ان شونجمون او نيفو دو لاكس سنترال. انا نقول بلي حتى لو كانت النتيجه النتيجه هو الاهم في المقابله هو بولوي سيتي لو ريزولتا باش يعاود يرجع كان مليح ثاني بالنسبه مقارنه مع شوفي المقابله شوفي الاولى اسمع ما نقدروش كان هناك دي زوكازيون شفنا هناك لعب جميل اسمع ما نقدروش نتكلموا على الاداء وخاصه كيشوفوا الفريق الخصم فهمتي اسمع لا لا الفريق ما قدرش يوقف امام فريق اللي عنده مستوى كبير عليه فهمت دونك ما نقدروش نتكلموا على هذا اليوم نهضروا على 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 لوبورتونيتي بور ماركي دو غاني وهذا واش كان يحوس المدرب سورتو ابري لا ديفات الاولى وين حب يرجع لا فيكتوار هذيك رجعت الثقه للاعبين وين خلات كان لو دوت ابخي لا ديفات. قبل ما نروح لسمير مالك هل كنتوا انتم حسيتوا روحكم سو بريسيون بعد الهزيمه الاولى خاصه كانت هناك انتقادات كبيره من طرف الاعلاميين الناس كامل ما كانتش تنتظر هذاك الوجه هل حسيتوا روحكم سو بريسيون قبل هذا اللقاء تاع عمان؟ ما كناش في سو بريسيون باسكو تشوف فريق قطر فاز على فريق سلوفينيا بهدف مقابل صفر فريق قطر فريق قوي. المقابله لما خلصت اون ديسيدي باش نفوزوا بالمقابله الثانيه وهذا واش كان في هل المتحدث. ممكن على بالنا بلي اللاعبين الاجانب اللي لعبوا في خارج الوطن لحقوا يوم 23 يومين فقط قبل اللقاء هل ممكن ما كانش هناك تحضير كامل لمقابله القطر؟ ماشي ما كانش تحضير دوك المقابله تاع قطر انا قلت لك ما لعبناش ضد فريق ضعيف احنا شفنا المقابله اللي لعبها ضد سلوفينيا اون بيردي فو با واحد يامبليفي لي شوز باسكو ما دخلكمش الدوت مالك سانسيرمون ما دخلكمش الدوت في لي فيستيار كاب فير بحث واش ما بحث نو مي في هذاك لو مومون ما دخلكمش الدوت ما كانش الدوت ما كان حتى حاجه لا بيرف في دوزيام ماتش فزنا باداء النتيجه وهذا ما قبل ما نهضر على الهجوم اسمح
لي ناصر نروح للدفاع ونعملوا لي ليك الهجوم. شفنا ناكسون خالينيدي في هذا اللقاء اول مره، عيسى مندي مع رفيق حليش كيفاش لقيتهم؟ قبل ما نرجعوا على اللقاء مع المنتخب القطري، في في الانديه كاين باساج افيد، المنتخب تاعنا لعب كاس افريقيا قويه ودار مستوى لاباس به حتى وما رحناش النهائي، كان لو باساج افيد هذاك مع مقابله قطر، ما نقولوش قطر كانت قويه خير منا، مي ما لعبناش لو فوتبول تاعنا، ما كناش بريزون، كنا بريزون نربحوهم بربعه. صح. دي فوا كاين دي ماتش اميكو ما تشوفيش الادفيرسير كبير، لازم تجيبي ادفيرسير وين اللاعبين تاعك يابليكي واحد الصوالح. كاين دي شيما ديالهم، انا نقول باللي الا بيان شوازي لي دو زيكيب، الناس يقول لك راحوا لقطر ولا حوس، ما كاش منها كونتار، كي دير دي ماتش كيما هكذا تقدر تعرف النيفو تاع الجوار تاعك، باسكو بل تجيب دي ماتش كبار برازيل ارجنتين بعد ذلك تقعد عام وانت راك تحكي عليهم ما كاش منها. كيما صارت لكم على الفور كيلعبوا ضد الارجنتين. هذه هي كوتي مونتال كوتي بسيكولوجيك، اسكو الجوار لا كونسونتراسيون تهبط ولا. نرجع للسؤال تاعك، عجبني لاكس، مش عجبني مليح كاين دي شونجمون هكذا تبدل دي جوار اون سي جامي، باسكو راك شفتي تبليسها واحد والله واحد يسبوندي ما تلقايش. انا في بالي يزيد كاين عامل كبير راح ينتظر الثنائي هذا، انا في بالي لازم ما راحش يتبدل في رايك؟ راح يتبدل، ما يقدرش ما يخليش الثنائي، انا في بالي لاريا دروا ربح نقاط كثيره كيسموها عيسى مندي. نعم مش عيسى مندي، زفان زفان. نعم ناصر، ولا حبيت تعلق قبل ما نسقسيك سؤال تاع؟ لا حبيت نولي برك على لعبنا اليوم السلطان تاع عمان، ما لعبناش يفوت دير سي فري كو، لازم بعد الانهزام الاول لازم النتيجه رد فعل تاع اللاعبين، المدرب كان سو بريسيون لانه الى ايتي كيما نقولوا ديكري الى ايتي الاخر، مي نظن انه في المقابله الثانيه لعبنا مع فريق ضعيف يفوت دير السلطان تاع عمان، لهذا نظن انه سو لو بلو اوفونسيف انا ما نهضرش على الدور الدفاعي لانه سو بلو اوفونسيف بالفضيل اللي سجل اول اهدافه في الفريق الوطني، كيفاش شفت لي لا كونفيونس تاع كريستيان كوركوفا مالغري ما يلعبش شاك فوا يدير فيه الثقه اسحاق بالفضيل وهذا الخطرا بون لو ادوني ريزون بور لو بلو كون بونور الكامل للشعب الجزائري ماركا يفالي بيان كان جور بالفضيل يسجل هدف وسجل هدفين ضد ماشي هدف هدفين ضد سلطان عمان، بصح نظن انه ميم كونتر اون سيليكسيون كيما هادو كنا نقدروا نسجلوا اكثر من اربع اهداف. صح شفنا لي بلي اون افيكاسيتي امام المرمى، اون لاعبين ما كانوش ضيعوا فرص كثيره. انا نظن انه لي جوار ما بروفيتاوش فريمون دو ماتش تاع سلطان تاع عمان، لانه لادفيرسير ضعيف، كنا نقدروا نسجلوا سته وسبع اهداف حتى ثمانيه اهداف، انا نشوفوا فرق كبيره كيما ريال مدريد الامس. لا باش نقول لك لا تسجلي لي تقدري تسجلي سجلي, سجلي اهداف، هذا هو الاحتراف. لكن نظن ابار لو ريزولتا تما ايجابي، نظن انه الفريق تاعنا مازالوا شويه بعيد عن المستوى. ماتش اميكال يعني معك ماتش اميكال على ديرو باش تشوف الاخطاء. لا قبل ما ديرو تشوف لادفيرسير راح دير معاه، اسكو هذا منتخب كبير صغير عنده امكانيات، انت لوبجيكتيف تحوس عليه في المقابله الوديه ديرها، لا بغيت انك تجرب خطة تاعك ولا تعطي تليبيري الجوار تاعك جيب منتخب اللي تقدر في المتناول، بغيت تشوف المستوى الحقيقي تاع اللاعبين تاعك جيب منتخب كبير. سامر لعبنا ضد قطر ماهوش منتخب ما هو منتخب كبير. سامر لا شو سامر خليني كمل راح. المنتخب خرج من كاس العالم وخرج من كاس افريقيا، المستوى تاعو نعرفوه وراه وشفناه. بس راكو تتكلموا على اللاعبين وعلى لو مورال تاع اللاعبين كيفاش كان، نتابعوا تصريحات بعض اللاعبين بعد اللقاء ونعاودوا نقولوا. présent et on n'avait plus envie que le premier match. On a tout donné, on a montré un bon jeu que l'équipe nationale d'Algérie montré avant. Et même le résultat suivi, c'est important, cette victoire c'est importante, surtout après le premier échec. Ouais, je suis content, j'avais jamais marqué et puis voilà, ça a aidé l'équipe. Comme j'ai dit, surtout le premier, vu que contre ces équipes-là, on n'a pas su le faire contre le Qatar, marquer très tôt. Quand tu marques très tôt, après tu te rends le match plus facile. Ouais, positif pour Paul Fodil et l'équipe aussi, je pense, parce que voilà, ça arrive à tout le monde de passer à travers sur un match. On s'est bien repris et puis voilà, alhamdoulilah, on repart avec une victoire. Aujourd'hui, on a démontré que Renard Lauta, on n'a pas oublié le cadre du jeu tarnant offensif ou bien défensif. Alhamdulillah, on mérite cette victoire.
كذلك شفنا عز الدين دوخه اللي ادى مقابلتين جميلتين ضد القطر وضد سلطنة عمان. سي بريفو باش المدرب يغير في المقابله الثانيه، ماشي غير انت، كان ممكن يدخل بالعمري، كان ممكن يدخل تدخل انت، كان ايضا ممكن يدخل مصباح بالليلي، ما نعرف ولا يدخل ولا لا لا سا ريست اون كيسيون. لكن هل تي تي ديسو اللي ما دخلش فينالمون؟ دوكا تحب تلعب، مي واحد يحترم قرارات المدرب. نظن باللي لو فات راني مع لو جروب واستدعاني للدوحه سي ان بون سين، وانا من جهتي جو في با بيسي لي برا، نخدم لو ماكسيموم وان شاء الله. اصداء تقول باللي ما سجلت نقاط عند غوركوف، وممكن انك تكون حارس ثالث، لان نعرف كاين ترتيب عند غوركوف مبول حيدوخا، ممكن عسلا يكون حارس ثالث في الفريق الوطني. ان شاء الله بالعمل، وواحد يكون ريغولي في ليكيب تاعو، يصدم افون بعد واش جا مرحبا به. هذا ما كان نو اسمحي لي اسمع بور مالك، سي تري سامبل، لازم لي بيرفورمانس تاعو في الكلوب يقعد يخدم، ياتر باسيون سيليكسيون، باسكو سيليكسيون قعدي خدمي ان بون كومبورتمون، سيرتو بنادم تسنى لو فوتبول تو فا تري فيت، يقدر تجيه اون شونس في اي لقاء في اي لحظه، الا سي لا دو بروفيتي. تسنى هذا الاستدعاء دوك راني معاهم. او دوخا لعب بالمقابله الاولى ضد قطر، رايتي لوم دو ماتش كوتي الجيريا نهضر. لا لا اصلا نفوز لك واحد لا كيستيون، ربما احنا شويه جيني نحرجك. مي يا اون اني دو سا ولا سي موا دو سا قلت باللي كنت قطعت الياس، كيفاش كان اسم العوده تاعك للفريق؟ كيفاش العوده؟ كنت فرحان باسكو كنت نستنى صافي ملي كان في عمري 22 سنة. نو سورتو يا اون اني وين لي بليسير، ومن بعد صاروا ما باليش، انا ما قدرتش نلتحق بالمنتخب الوطني، جا المدرب الجديد وين عطى لي لوكازيون. هل يتكلم معاكم سورتو في لي ستاج تاع لي لوكو؟ يتكلم معاكم بزاف مالك؟ اي كومينيكي بيان سور، باسكو يفو يكون قريب من اللاعبين. نظن باللي كان من الكوتي تاعي جيتي كونتون، باسكو صافي بليزير تكون سيليكسيوني مع المنتخب الوطني. كيفاش كانت الانتيغراسيون تاعك؟ نورمال مع اللاعبين المحترفين. نعم لي جوار يسهلوا لك، كاين اللاعبين بون اللاعبين المحترفين ولا اللاعبين سي اوني دي الجيريان، سهلوا لنا المأموريه، اللاعبين قاعدين كانوا توجور معاك، يقصروا معاك كوم اون فامي. راح يزيد نحرجك انا يا مالك، سمعنا اشياء كثيره في التربص هذا. هل الفريق الوطني اللاعبين اسكو الفريق قوي يعيش مليح ولا حسيت باللي كاين؟ لا 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 ما انا بيان ترونكيل، ما كان حتى مشكل لا بروف، باسكو ابري لا ديفات وين تشوف لا رياكسيون، الحمد لله ما كان حتى بروبليم. و معليش نعطي لو كيسيون، بصح انا نعطيها لك ونجاوبك عليها. سالتوني بلي كيسيون علاش اكثر تجاوب مليح؟ هذا اللي عجبتنا السما لازم نطيعها. امون باسي والله ماشي امون باسي، نقولوا عامي اللي فاتوا السنين اللي فاتوا نهضوا للمنطق في لو بوست غارديان صح، مبول حي لا كونفيرمي بليزيور بريس نهضروا حتى ما كانش يلعب في فريق كان بدون نادي شحال قعد ابري عام. هذا ما يخليكمش نقولوا تقطعوا الياس ولا ما تحوسوش ما تكونوش دي كونكيرون تاعو، باسكو بلا كلوب دار بريس واحد وي ولا ناف ماتش تيتلا معاك ماسونال تطلعني يلعب ودار دي بون ماتش، دوكا يلعب في المنتخب في الفريق تاعو راه نيميرو 1. انتم اسكو عندكم هذيك الرغبه؟ حبيت تقول لي بلي تقتل المنافسه. نو ما تقولش تقتل المنافسه، لازم تكون كاين لا كونكيرونس، باسكو نقول لك على باسكو هو راه نيميرو 1 اكتيالمون هو نيميرو 1. السؤال تاعك شنو هو؟ اه السؤال تاعك انتم نو مش انتم كاينكم في المنتخب الوطني باغيين تلعبوا ولا في راسكم باللي هذا كان سون كلوب راه تيتيلال هذي كلوب دوكا واحد ما يكونش امبيسيو ما يقدرش يلعب كره القدم. فوات موتيفي باش تكون لي فوات توجور موتيفي. نو هذه ما تاثرش عليك، ما تاثرش دوكا انت لي بوا قال لك لازم تكون بيرفورمون، ومن بعد واش يجي ما نضرش باللي اي مدرب ما يحبش لاعب ولا حارس اللي يجيب له ان بلوس ويربح له لي ماتش. هذه هي. قبل ما نروح نسال محمد على واحد السؤال دائما سي عاكور، ماذا بيا تكون تكلمت مع اسلام سليماني بعد اللقاء الروندومان تاع المقابله هذه، ودار واحد الاناليز سمعوها مع سمعوها ونعاود نولوا ونسال السؤال لمحمد. Oui, c'est toujours rassurant de gagner, c'est normal. Si on a gagné 4-1, c'est alhamdulillah. C'est rassurant, ça donne confiance. Malgré que l'adversaire n'était pas trop fort, mais ça donne. Des fois, il faut jouer comme des équipes comme ça pour se mettre en confiance. Nous, on est une équipe. On est 23 joueurs. C'est, quand les 23 ils sont là, les 13 ans, je pense qu'on fait des bonnes choses. Quand on est mort.
كي نتكلوا على واحد ولا زوج اون اي مور في ليكيب ناسيونال لان الفريق هذا جروب. هل انت تشاط الرئيس الماني؟ هذه قبل هذه قاعده سي نورمال سي جوست سي جوست. عندك ان كوليكتيف وخاصه حنايا كي ا شونجي في بريم لان تكلنا بزاف على ابراهيم الفغولي في كاس افريقيا. نون شوف معليش لان بوكيف قالها هو قالها. انا نهضر اون جينيرال اون جينيرال. Lorsque tu gères une équipe, une sélection ou une équipe, la première chose que tu as dit, c'est l'état d'esprit de ce groupe-là. Quand tu as un état d'esprit de qualité et qui va avancer dans le travail maintenant, tu sais que ce groupe va réussir. Mais c'est vrai, on va revenir à l'autre, des difficultés. Bien sûr. Des difficultés. Face à une bonne opposition. Je ne sais pas si c'est le cas. C'est le cas de la fin. Donc, c'est ce qui m'a dit que je suis en train de faire. Non, Asma, je suis en train de faire un peu de temps. Rapidement, pour le choix des équipes qui ont joué. Le modèle, c'est le choix. بارك الله فيك. شوفي هو ما تكلمش على لو شوا، ما تكلمني على القطر ني على العمام، هو تكلم على متكلم على لي كونديسيون دو ترافاي. قال لك انا لقيت دي بون كونديسيون دي بيل بلوز. هذا واش هضر، زيد هضر على المناخ. المناخ يا 4 موا دو سا. قال لك المناخ انا ضرني اليوم، المناخ قال لك ساعدني. وي هنا انا غير كومبروند. زيد باش نعاود نولي لهذا، قال لك سي فري كو انا كمدرب نشوف الفريق تاعي اليوم المرحله تاعو اليوم راه ما راهش قوي. انا نشوف له اوبوزيسيون. اسمح لي بور اسما بور روتروفي ليفيكاسيتي لا كونفيونس. بصح اليوم حنا الفريق تاعنا هادو راهم ينشطوا كاع يدك في اوروبا، راهم عندهم لا فورم تاعهم هي مليحه. سي ماناش باسكو تو ديبون دي بيريود وي راك بور شوازي لي ماتش. اليوم المنتخب في افريقيا واول منتخب عربي. دونك انا نقول حبيت نهضر له بك على المانه. سخانه صح راني معاك، بصح في اللعب تاع الماتش كنا نلعبوا مع العشيه، مع العشيه كاينه اون فريشور، كاينه اون فريشور تاع مقابله. ايه ماشي باش تعرف التدريبات. انا هو ايد يسمى وزاد ايد ميم لورغانيزاسيون دو لا كوب دي موند في القطر. معليش نصر انا حبيت برك نرجع باسكو كيما بطاقه صفراء لتصريحات اللاعبين. انا نقول باللي الدوخه وحليش وسليماني ماذا بكم تهضروا بالعربيه سي ميو باش تخاطبوا المناصر تاعكم، لانه كي تهضروا انتم بالعربيه اللاعبين المغتربين تعلموا لكم العربيه، مش انتم تهضروا بالفرنسيه. انتم تعلموا العربيه صح ناصر. مليحه هذه. شوف باش نعلموا احنا عربيه وما علموهم بالروبيه. لا ديكلاراسيون تاعهم في لاباس هما بالعربيه. علاش ناصر حبيت نعاود لك برك. اسمع علاش شوف باسكو لي تيرم تكنيك. نو لي تيرم تكنيك اون لي روتروف فاسيلمون اون فرونسي. بالعربيه القى لي دوك نعطيك سؤال بلا ما تلقاش كاع بالعربيه. كيفاش ممكن ناصر؟ شفنا فغولي ايضا كان في احسن مستواه ضد عمان كونترامون على كوب دافريك، لكن ابراهيمي مازال ما لقاش الضله تاعو. لازم كريستيان كوركوفي يلقى الحل. و ان مومون دوني كي خرج ابراهيمي وعاودوا سليماني شفنا حتى كانت هناك ممكن دي زوكازيون انكور لو جو ايتي بلو فلويد. اسكو ابراهيمي ما ولاش مشكل كريستيان غوركوف؟ لان كريستيان غوركوف مازال ما لقاش الحل تاع ابراهيمي. لاعب كيما هذا يولي لك مشكل سي غراف نو. اسمع انا نعاودوا فرديا لو ميور جوار تاع لا سيليكسيون اليوم سي ابراهيم. لا مباراه صح اوكي. في التصفيات قبل ما نروحوا لاكان في التصفيات ابراهيمي كان احسن لاعب تاعنا، ادى مقابلات ولعب في لو ميم روجيست اللي كان يلعب فيه. فلاكان قلنا لي بلي بون الظروف راح تتغير، يورا نوتر ماركاج ان تريك ما مشاتش. اليوم سوف با دير كو سي فري كي خرج سليماني رابورتي ان بلوس الماتش تاع عمان. راني معاك كوف لازم يلقى حل. لا ما كاش، هي كي تمشي تمشي كي تمشي. نظن انه لو جور وين باسكو فا جوي افيك لو ميم سيستيم. هو كيسيون كوف يقول باللي ممكن يقول في لونتوراج تاعو عنده ان بروبليم فيزيك في الفريق الوطني، لان يلونشال بزاف المقابلات مع اف سي بورتو في لا ليغ دي شامبيون في الكلوب تاعو. كيجي يجي ان بو يسوفلي ممكن. لا ما يجيش يسوفلي، سي اون فالور سور. لو جور وين بتاتي يكون افيكاس سور اون ميتون برك يغودي ماركي مثلا. نورمالمون اسما كون لي جوار سادير روجوان ليكيب ناسيونال يجوا بفرح وسرور. لا هذه ما عندناش شك فيها. لا ما يجوا يفون سو تروفي افاك افاك ان اوت ايتا ديسبري فون سيبانوي فهمت. لا المشكل تاعنا نقول لك المشكل كو هنا فغولي كو ابراهيمي ربما
عنده مسؤوليه كبيره هذه اللي خلاته ربما اون بلوس لمده 6 اشهر الى شهر ستاتوس يحب يبروف يحب هذاك الثقل هذاك الى اكسبتي هذيك الشغله هذيك كبير عليه قال لك انا مالوريزمون ما يقدرش ان شاء الله ان شاء الله يكون في احسن مستوى في المقابله مي بيزوان دي زانديفيديواليتي اما الفريق الوطني محتاج ليه لان كما قال ناصر وحنا متفقين على هذا الشيء واحسن لاعب تكنيكمون في الفريق الوطني نغلقوا فريقنا الوطني ونروحوا نشوفوا العربيك تاعنا اللي ولفناها لكم وهي انديه تحت المجهر انديه تحت المجهر هذا الاسبوع ديناكم الغليزان غليزان اللي تفوق الامس ضد اولمبي المديه وراه في المرتبه الثانيه التحق بتاج نانت وممكن جدا ان سريع غليزان يعود للقسم الوطني الاول العام المقبل نروحوا نشوفوا هذا التقرير اللي حضره لنا زميلنا امين بالازرق من غليزان ونعاودوا نقولوا لكم سريع غليزان ليعود هذا الموسم بقوه بمدرب على قدير وقدير جدا بنيلس ناصر فرانشمون يميريتا في الباركور تاعهم هذا العام كنا تكلمنا عليهم عند بعض اشهر برك وين كانوا يعاني وما كانش يدربوا نعم كنا نشوفوا صات اليوم نشوفوا غليزان يلعبوا الصعود نظن انه العام الجاي ان شاء الله يلعبوا مع الشلف ديربي مع الشلف ديربي ولا الشلف ما هبطوش هذا هو ديربي ديربي يكون فوازان ولا الشلف ما هبطوش 50 كيلومتر ولا 100 كيلو بصح مع لوطوروت لوطوروت ستان ديربي نو مي ريفينير ان بو لو ترافاي تاع بنيلس بنيلس ميم شحال بليزيور زاكسيسيون كو سو مع تلمسان ولا اي في دي بون ترافاي مي جو بونس كو غليزان اي بيان بارتي بور لا دوزيام بلاس كو بريدا انا نقول بلي لو والي دو دو ريليزان يلا كومبري بور بور ديفلوبي اون ولايا ولا افوار اون بون انيماسيون او نيفو دو سا لا ولا لازم لك اون بون ايكيب هو يلا كومبري سي بور سا كو شفنا لاعبين معروفين كيما برملا كيما الفريق هذا عطى له الامكانيات حتى لو كان المناصرين تاعو الناس اللي راهم ساهرين على الفريق هذا انا وكي قلتي بلي تنفت شفنا في الفي تي ار بلي فريق لي ديبيل سيزون حتى اليوم هو راه دوزيام انا نقول الميريت نقولوا له ثان لازم له المعاونه خاصه وان فاز ضد اولمبي المديه الامس وحدوده راهي كبيره وكبيره جدا يعرف مليح سمير هذا الفريق ويعرف اللاعبين اللي يكونوا واحد لازم نهضوا المنطق ومشي تشوفوا شارع غليزان اليوم باش يعرفوا مليح باسكو عمره ما لعب ضده نو لا 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 لعبنا ضد غليزان في القسم الثاني وكنا فزنا 2-0 في غليزان تما وصعدنا نو انا حضرت بدايه شارع غليزان صح سير غليزان بدا تحضيرات الله اعلم اسبوعين قبل بدايه البطوله واحد يقول انا وبني لس بلوزيغ فوا كان نهار اللي كانوا ريكروتو في الجوار كان عندي اتصال معاهم وحتى سحرت مع مراجر مع لاعبين كانوا رايحين غليزان انا قلت كي تشوف دوك اكتيال مو غليزان المرتبه الثانيه واش تستنتج انه الفريق ما عاش ضغط في البدايه كون عاش ضغط نقول لك بالك راه في المرتبه الاخيره ما امنوش به الناس صح هذا فريق بدا كان جور قبل بدايه البطوله لاعبين كاع شباب حوالي كاين منهم واحد 8 لاعبين 7 لاعبين ترعرعوا في الشلف بالعقل بالعقل شتي راهم يديروا بو فوتبول داروا سيري تاع 7 ولا 8 ماتش سون ديفات في الديبي في لالي كما قال محمد ما طيقوش هذيك لا دوزيام تروزيام بلاص ما طيقوش من ايميريتي وان شاء الله يطلعوا حتى ان شاء الله لا سيزون بروشان يكون الديربي غليزان شلف ان شاء الله نعم مع بقاء اولمبي شلف في الدرجه الاولى ان شاء الله باسكو احنا البقاء انا نقول باللي الخط البقاء تاعنا لعبنا فيه سطيف هكذا باش ما نشوفوا ديربي ما نشوفوا ديربي الباقيه تاعتي نكمل حصتنا اليوم بتصريح الاسبوع تاع زميلنا وسيم بن عوره تصريح وزير السكن عبد المجيد تبون حول استعدادات ملعب 5 جويليا لنهائي نهائي كاس الجزائر اللي سمير زاوي يتمنى يلعبوه يعطينا السكن نشوفوا هذا التصريح ومن بعد نعلقوا عليه الحالة اللي وصلنا لها انطلقنا على اساس ازالة كل خطر على المتفرجين في المدرجات لتونشيتي توتال تاع كل المدرجات اذا متحقين 100% ان بالاقل مده 20 30 سنه ما فيش بصيص من المياه تمس المدرجات الدريناج تصريف المياه الامطار وتصريف مياه اللي كان موجود اللي توضع في 72 ما وقعتش عليه رقابه
حتى مؤخرا ملي فتحوا كل شيء. التحدي الاول هو باش نعاود المدرجات في الوقت، وقلنا ديسمبر وديسمبر سلمناهم. التحدي الثاني هو قلنا يكون جاهز بالنسبه لاكوب لفينال لاكوب دالجيل ان شاء الله جاهز. التحدي الثالث اننا نكونوا جاهزين ان شاء الله افيك لي نورم فيفا ايكاف بيان سور بور لاكوب دافريك. حتى لما ما جاتناش لاكوب دافريك ربحنا احنا مركب في مستوى دولي. وزير سكن محمد اللي يقول باللي نهائي راح التحدي فزنا به، والنهائي راح يكون في ملعب 5 جويل. يا سمير اللي النهائي هذا راهو مازال ما تلعبش نصف النهائي ضد الاربعاء، لكن يقول باللي راح يكون واجد بلا بلوز بالمدرجات لان المدرجات خلاص. احنا نتمناو يكون واجد، داير توحشنا سان جويل. صح فهمت، توحشنا عنده تاريخ. ونقول باللي المشكل ما راهش هنا اسماء، المشكل راه في السويفي. حتى لو نرموا كل سمانه ولا كل شهر ولا كل عام وما يكونش فيها سويفي صافا نولوا كما كنا. وقال سيختو بلي ما حش يكون الناس ما حش يزيدوا يموتوا من المدرجات. اسمع حاجه اللي برك نتمنى ان شاء الله ان شاء الله لا بلوز تكون مليحه، باسكو اون موا سي تري طو باش الناس سادير اون ليتيليز او بو دان موا. انا ان شاء الله نتمنى من الله فينال لا بلوز تكون واجده. لا اليوم محمد بليس حنا رانا على ان شاء الله بتات نكون نورغانيزي وين كان. نعم لازم كلشي يكون بارفي، صح كساسوا كيما قلتي لي غرادان كساسوا لا هوك سا سورتو لا بلوز كي لو بلوز امبورطون دون ان تيران سي لا بلوز. الا لا بلوز كان دو كاليتي كي دو ما نهضروش على هذا سي لا بلوز. نعم اللي حنايا واش يهمنا ان شاء الله لا بلوز تكون دو كاليتي وي تكون سويفي ان بون سويفي اوغوزمون. سي نورمال سمير لو غاف باش واحد يلعب يعود الملعب 5 جويليا، لان العام اللي فات ما تلعبش النهائي تما. دار الشرح هذاك سمير. نو سمير يخمم على لا فينال في سان جوان او لا لا او يخمم كيفاش يربحوا قبل ما يجيروا الله خلينا تسكينا يتعيط. شوف احنا في بلوغين والله شغل بداهم هدرها لي جوار قال لهم لا فينال راه يتعيط. قال لهم انا تجيني في الثانيه جايه الثالثه لا اربعه لا 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 50% وحنا عندنا 50% فهمني. انا ماشي كي هضرت هكذا نهضر حنا واش هضرنا ما من 4 ثاني يوم يهضروا يقول لك اللي جاتنا. انا نقول باللي سان جوي موتيف بزاف لي زيكيب على باسكو يكفي الغاشي بزاف كاين الفريت تاع ما قال محمد دار الشرع. سامح باش تروح الشرع يا باش تروح لسان جوي الله فينا لازم تجوز على على بولوغ. نكمل مع مالك عسله، كان ما نقدرش ما نسقسيكش على واش نتقال على المقابله ضد ثوره شباب الوزاد ثوره بان كانت هناك كومبين على ميشيل زعف وراه غادر الفريق. نو بس محكوا لك غادر الفريق وعاود ولا غريب شويه كومبين دونك نو انا واش راح نقول واش راح نسقسيه. كاين مقابله ضد مديريه الجزائر وعلى بالنا بلي شباب هذا لي كوليس ما فهمش لي كوليس قال لك شباب الوزداد الخبره والتجربه هذا قلت لي كوليس. حنا في الجزائر كل شيء يقول لك ما كانش دليل. لا عطيني لا بروف واعطيني كوليس صح اعطيني واش كاين لي كوليس. حنا حنا ان دوسي سي كوا سيدي تيرا واش كاين فيه هكذا خلاص. المقابله القادمه راح تجمعكم ضد مولوديه الجزائر. انتم راكم براتيكمون سوفي لكن مولوديه مازال اوي كلو ماشي سوفي ماتيماتيكمون. دوك حنا نتكلموا النهد نو اسكو انتم ماكوش خايفين شباب الوزداد من الانصار تاعكم في حاله في حال خساره النهد الثوره ما كومبينينا ما خدمنا لعبنا مقابله عاديه خسرنا مع شلف دمنا النيل مع الناد دمنا النيل مع بجايز دمنا النيل مع اسمه مرحله ركود في النتائج. نظن بلي مقابله تاع مولوديه الجزائر ما تقوليليش بلي كان سالكين باسكو 37-38 بوان اباك كي يدخل لك لو دوت كابابل ما تربح سي ماتش سي ماتش دافيلي. نظن بلي المقابله تاع مولوديه ديناها نحضروا لها بكل جديه ما كاش تحضيرات خاصه. لا يفوا با واحد يكب الحاله ويقول لك انا نكومبيني لي ماتش باسكو حنا رانا معنيين. لو كان مولوديه تربحنا نولوا ان بو عليهم ونولوا نصارعوا باش نقعدوا البقاء حتى الجولات الاخيره. حنا ماش حايبين لا ليميت تاع لو جروب تاعكم عنده ليميت لو جروب تاعكم يقدرش يختار. دوكا الشامبيون كاع ايتيك رانا ليميتي رانا كاع متقاربين واش نقول لك
كاع انا اللي تبع دي ماتش تلعب على واش حنا كنا ربحنا الصوره والنهض رانا الاولين رانا الاولين نظن بالك واحد ما راهو سالك واحد ما راهو ديفتيت من جهتنا حنا ما نقدروش نكومبيني ونقولوا الانصار يحبسوا لنا هادو يتبعونا في الناس راهم يخرجوا هاد الهضرات هادو باسكو عندهم اهداف وراء هاد التصريحات حنا نلعبوا لو جو تاعنا اويكلو راح يكون ان شاء الله اويكلو ما انا ما نحبش لي ماتش اويكلو سيتو دي ديربي ولي كلاسيكو ما نحبهمش نحب بالجمهور باسكو تضيف نكهه خاصه للمقابله باسكو اويكلو تنعس ماشي تنعس لي سمير يجي سهل محمد سمير سمير كان اطونتيف تسلك تسلك شلف ما تخاف او يسمع خايب ما تخافش احنا كيما هضرتوا على الشامبيونات يعني احنا مازال ما بانش كاع كاين دوز ايكيب اللي هم تتسلكوا ماتيماتيك شامبيون مازال ما بانش مازال الشامبيون هذه مازال صح هذا العام صح شتك كونسونتري سمير تسلك تسلك شلف ما تخافش والله ما كونسونتري انا بعثت معروف نو نو بعثت معروف في الكاف الاخضر قبل ما ننسى الجماعه برك قبل ما اخر كلمه هذا ما كان عطيني باسكو البارح كنت معروف في الكاف الاخضر وين جاي لا لا عرضنا يقول لنا هذا جاي اشير اشير هذا اشير عرضني واحد يقولوا جمال وصحابه كاع الجروب عشق شوخات البوسعاديه كثر خيرهم هذا ما كان باش نهار نقول له يجيبها لنا هنا اهلا وسهلا بكم الكاف الاخضر الله يسلمك عرضنا صح يعطيكم الصحه اللي كنتوا معنا اليوم مالك يعطيك الصحه على بالنا باللي عيان شويه وجبنا كومام ميرسي بوكو مالك يعطيك الصحه وان شاء الله بون شونس في الفريق الوطني وايضا في شباب الوزدان نقول لكم انتم يعطيكم الصحه حبيت برك نشكر كامل كامل اللي ساهموا في اعداد هذه الحصه زميلنا من غليزانا من بلزرق زميلنا من وهران بوعزه فؤاد زميلنا ايضا من شلف علي شاي شايبي وايضا زملاء عسلوني ياسين عسلوني وسيم بن عوره وياسين قالم نشكر كامل التقنيين كيما كاشاك فوا نقول لكم نهلاو في رواحكم وبقاو على خير.